مرحبا لكل اللي عم بيتابعني عبر حسابي الشخصي. طبعا الكل سمع الصوت الذي رجت به كل أحياء مدينة حلب، وطبعا تناقلت على صفحات التواصل الاجتماعي أنه الضربة بالراموسة والأخرى. أنا حاليا موجود بالراموسة ولا في شيء أي شيء بيؤدي أنه هو ممكن يكون هجوم بالكليات أو منطقة الراموسة. الصوت قوي جدا، سمع صوت طيران في سماء حلب، لكن هذه المواضيع لا نستطيع نحن كمراسلين أن نتحدث عنها إلا بصدور البيان العسكري لنعلم ماذا حدث. أنا الآن موجود في منطقة الراموسة، وكما تتابعون من خلفي أنا عند الدوار تماما، الكليات الفنية الجوية المدفعية، كل هذه الكليات لا يوجد أي شيء الحقيقة يدل على أنه هناك هجوم واستهداف لهذه المناطق كما تم الحديث من قبل وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح أنه التفجير كان قويا جدا، الأصوات الصوت كبير وقوي، الرج كانت رجة فعلا الأحياء، وسمع الصوت في كل أحياء مدينة حلب، حتى كما تحدث إلي بعض الأصدقاء أنه بأرياف حلب سمعوا هذا الصوت. لا، أين هو مصدر هذا الصوت، هذا التفجير إن كان موجود؟ هل هو استهداف؟ هل هو عدوان؟ هذا الموضوع مرة أخرى لا نستطيع، كل من يسألني عبر التعليقات أنه شو صاير شو في، لازم أنت تقلنا، نحن منقلكم لما بيطلع بيان عسكري، لما بيطلع مصدر عسكري بيتحدث عن كل هذه التفاصيل. لكن أنا وشفت أنه الموضوع عم بيقولوا أنه الراموسة والسداب الراموسة، ما كلفني الموضوع غير أنه شغلت سيارتي وجيت باتجاه الكليات عند منطقة الراموسة. هذه الكليات تماما متلاصقة مع بعضها البعض. سألت أحد الأصدقاء المتواجد داخل الكليات، سألت الشباب الحرس، سمعوا الصوت مثلهم مثلنا، لا يوجد هناك أي تفجير في منطقة الكليات في الراموسة كما تتابعون معي. طبعا التلفزيون السوري كما قلنا تواصلت مع سيد مدير الأخبار وسيد وزير الإعلام، وهو متابع الحقيقة سيد وزير الإعلام، وعلى اتصال مع كل المعنيين لنقل الصورة والحقيقة بالخبر، وبانتظار المصدر العسكري الذي سيؤكد ما هو هذا طبيعة هذا الصوت، ما هي نتيجة هذا الصوت، النتيجة لماذا، هل هو طيران معادي، هل هو استهداف، هل هو تفجير، لا نعلم. لكن أريد أن أؤكد مرة أخرى لكل من يتابعنا الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر